هشوف كيف كان يرجع يزيد شاف طبعا اليوم افضل سكنات لماينكرافت. طبعا ليش هالبرنامج؟ مشان سكنات الهيروبراين نشيل العيون البيضاء. ايه طبعا شباب هالتطبيقات مزيلة. خلينا نبلش، ما حابب اطول الفيديو لانه عندي مشاكل ببرنامج التصوير. تفتح هالسكن يوتيوبر، بدي يكون محطوط اول شي بعمل كونتينيون. ايه شباب ليش عم احكي بسرعه؟ لانه برنامج التصوير في مشاكل. ما اسلم بدي بقى اصور لكم فيديو صراحه روعه، بس انت تكتب داونلود. طبعا انا اغلب سكناتي حملتهم من هالبرنامجين، في برامج هلا استكشفتهم بس هني رهيبين صراحه. ايه بقى بتدور هيك وفينك تحط بالفافوريت. ايه وبعدين هلا خلينا على التطبيق الثاني بويز سكينز. هذا التطبيق جدا رهيب. عين عندي هذا السكين كمان بنفس الطريقة بتعمله داونلود. هذا عندي يا بس قلولي اذا هذا بحطه من ليت من شوي. ايه وعينه هذا حطيته منه، فيعني سكينات رهيبة هون شفتوا، وكمان كتيرة. طبعا هاي نفس شركة السكين يوتيوبر بس غير سكينات. ايه طبعا السكين هيرو براين بالاخير. خلينا نروح على بويز سكينز. او حاسس الفيديو ما عم يطول ابدا، احسن لانه برنامج كتير صاير فيه مشاكل. بدي اعمله تحديث، بيفتح فينك لتحت قائمة طويلة كتير. ايه عينه واو رهيب شباب، عينه. ايه مثلا خليني افتح على سكين، تكبس على سكين، بتعمله داونلود بعدين سيف تو جاليري. ايه وبتكبس على القائمة الفوق ثانية، عندي شوية لاك. ايه وبتكبس عليها ماشي، عينه بيطلعك هون. فخلينا ننتقل على الهيرو براين سكينز. ايه وطبعا هدوك الاستفهام اذا ما بتعرف كيف تحط سكين، فهو تطبيق رهيب بس احتمال يحطلك بالانجليزي ما صور ما بعرف. ايه ف يب شباب ثانية عندي انا لاج ما بعرف انه انا نزلت برامج من شانكم، برامج بعرفهم وهالاشياء. هيرو براين سكينز طبعا اول شي بتدخل على التطبيق بده هو شوي تيفتح من شوي بس من هون ثانية بالمية يطلعوا السكنات. ايه طلعوا ثانية شوي. ايه هنيو طبعا اول شي ما بيكون في حلوين، بدك تنزل تحت. انا بلشوا هالسكنات بنات اول شي حلوين، بعدين هذا الصبيان تحت الصبيان. ايه جماعة بدي سكين حلو شوي. ايه هلا في سكينات حلوين بالنسبة لناس. هلا بدنا نتعلم كيف نشيل الابيض عن العين، او احيانا ما بتكون فينك تسوي الشغلة، ففي شغلة تانية لازم تسويها وقتها. وينو في سكين كنت حابب نسله. وينو هي اذا سكين حابب نسله وينك؟ سكين صراحة ما بعرف وينو شباب ما بعرف. هلا عندك بالتوب والنيو بس ما بعرف ليش ما طلعوا لي. ايه هذا بس بتعمل له سيف تو جاليري. ايه هلا خلينا ننطلق للطريقة. طيب وصلنا 50 مشترك يا شباب. هلا انا حاليا بس 44 بس شكرا على 44. بتروح على السكين كرياتور، ما بعرف ليش اشيل بخطوط كبيره بس بتروح على السكين كرياتور، بتحط اوبن بيك فروم جاليري. ايه طبعا هذاك بيحطلك شعار داونلودد. ايه هذا هو السكين. انتوا هلا بدكم تلاحظوا شغله، انه هون في عيون بيض هون العيون عادية. هلا في منهم هيك ومنهم هيك. طبعا لا ما طلقت الشاشة كتير مزعجة انا ما بحبها طبعا. ايه هيك انا احيانا بحب غير صوتي. هون فينك تروح على النحاية، اربع مربعات هون اربع مربعات تمحيهم. شوف يا شباب شوفوا هالسكين الخرافي. بس انت بترجع وبنحفظ لك بمجلد يوتيكي شوقة اسمه. طبعا الروابط موجودة بالوصف لكل التطبيقات يوتيكي بعدين سكينز. اوكي فينك هون تحمل وتسجل دخول، بس في شغلة راح ما بعرف ليش. ايه فهيك وصلنا لنهاية المقطع.
لا تنسى انه تشترك بالقناة يا شباب، لازم نوصل 50 مشترك بأسرع وقت. ماشي طبعا. اذا يعني في ناس بيحبوا ماينكرافت وهالاشياء وبتعرفون ما هيك، بس انتوا قولوا لنا على القناه بلكي بتعجبون هاي الشغله اللي بدي اياها. ده نص بقى 50 مشترك. ايه انا هلا حاليا هدفي 100 مشترك، بعدين 200 300 للالف، بعدين لل10000، بعدين 100000 وهكذا مليون حسب يعني مش يوصل على المشتركين بصير عندي هدف. ف هيك وصلنا هيك وصلنا لنهاية المقطع. كنت معكم ريان وبس، باي.